السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هانين. اليوم غنشارك معكم الغدا ديالنا، غنديرو السفه مسقيه. بسم الله نبداو بالمقادير. عندنا الدجاج اللي مغسول ومنقي ومقطع على حساب لحم الدجاج اللي بغيتو. عندنا البصله اللي قطعناها، عندنا القزبره ومعدنوس ربطناه، عندنا مطيشه هي قطعناها، عندنا الثومه، الملحه، البزار، سكنجبير، خرقوم عرق، قرفه، الزيت، وعندنا السفه ديال الشعريه ديال السفه. دابا ندوزو للطريقه. نديرو الدجاج ديالنا في البرمه ولا في اليميله ولا في كليب كليب. نديرو البصله، نديرو الكريطه ديال الربيع، نديرو مطيشة، ندوزو العطرية، نديرو الزيت. هدا ما كتبغي لا تقلى لا والو، كلشي العطرية مرة وحدة. نديرو التومة، نديرو الملحة، نديرو البزار، سكنجبير، الدجاج راه شويه كيبغي سكنجبير، نديرو الخرقوم، نديرو القرفة، ندوزو نقلبو. دابا ندوزو الطريقة ديال السفة. ناخدو السفة نديروها في قصرية ولا في أي حاجة. نديرو الزيت، ندخلو في هداك الزيت، وقد ما كانت الشعرية رقيقة كتجي زوينة. هاد السفة مسكية راه كتجي زوينة، عجربوها إن شاء الله غادي تعجبكم. وسخونة في هاد البرد، راه درنا الماء في البرمة كيسخن. صافي دابا غندوزو نديرو في الكسكاس. ودابا غنديرو التفور. دابا ناخدو طلعتين التفويرة الأولى، غادي نسخيوها بهداك الما لي فارت فيه، واللي بغا يدير الما في المقرا ماشي مشكل، سقى مزيان واللي خاصها تطلع فيها الفورة مزيان. كتبان ليكم بحال شوكات، ردوها عاوتاني في التفور، مطلوهاش في القصرية، عاود ردوها عاد شلخوها في القصرية. دابا غادي نخلوها في القصرية ونفكوها، نفكوها شوية الماء. بغيتني بصراحة في هاد البرد تعاشى في السخونية. نفكوها مزيان، هي اصلا مفكوكه، واخا كتكبي على المطيب ما كتعجن ما والو.
بوا الماء نخليها شويه تشرب صافي. نديرو في الكسكاس نديروها في البرنات في الفرن الثاني. غندير الفرن الاخر نديرو الملح نديرو شويه الماء عشويه الفوره الاخر سخون شي قبوش لازم في الاخر شويه صافي راهي طايبه صافي تكون مزيان سخون. غنديرو ليها الزيت صافي ربطوها تسخن فورا الاخر ونسقيوها ان شاء الله. صافي دابا غنديرو الصوص وهذا هو طبقنا النهائي. كنتمنى يعجبكم وما تنساوناش من الدعم ومن اللايك ومن ابوني وما ضروري من الفليفله. بالصحه والراحه.